اهلا وسهلا، انا الطالب جنى حسن من ثانويه ام المنذر بنت قيس من منطقه الباح. بدايتي مع الاولمبياد الوطني لابداع العلمي كانت من السنه الماضيه، حيث تقدمت بمشروع انتاج تيار كهربائي مستمر باستخدام الطحالب، ولله الحمد ترشح مشروع المعارضه المركزيه بمدينه جده، لكن لم يحالفني الحظ للوصول للمعارضه النهائيه. مع ذلك لم احبط، بل زادني دافعيه للمشاركه هذا العام، وكان مشروعي نشاط التخليق الاخضر لجزيئات الفضه النانويه ضد قراض الصلب، والان احنا في معرض العلوم والهندسه النهائي. كل الشكر للموهبة على كل الدعم، دعم لا محدود للوصول الى هذه المرحله من جميع النواحي.